أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذا القسم الثاني من اللقاء الخاص مع الأخوة الأخ أبو بشير معارة القائد العسكري لغرفة عمليات فتح حلب، والأخ يوسف زوعة القائد العسكري جيش المجاهدين، والأخ عبد الرحمن مختار القائد العسكري لتجمع استقم كما أمرت. أخ يوسف، يعني أنت ذكرت لنا قبل التسجيل بأن هناك معلومات بدخول مجموعات من حزب الليبي جي وبي واي دي قادمة من عفرين وقادمة من الشمال الشرقي السوري، دخلت إلى حي الشيخ مقصود عن طريق معبر الجزيرة المربوط بالنظام. لا، العلاقات بين الأخوة اللي قاتلوا هنيك شافوهم، حتى لما صار الاشتباك مع الأحزاب الكردية كانوا يسعفوا الجرحى طبعا باتجاه مناطق النظام، ودخل كثير خاصة بفترة الهدنة النظام دخل جميع أنواع الميليشيات سواء على عفرين أو الشيخ مقصود أو لا على مناطق حلب. قلت لك من شيء المسجل 1200 عراقي دخلوا من ثلاث فصائل، عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي والنجباء، دخلوا 1200 عراقي بآليات ثقيلة كلها تحت معروفة كم آلية، دخل في مبنى كامل في جنديرس كتلة كاملة حوالي تقريبا 20 مبنى كلها في إيرانيين أكراد موجودين بجنديرس حاليا، إضافة لتقدم آليات وتقدم أجزاء من عناصر النظام على الشيخ مقصود شافوها بالعين المجردة الأخوة المرابطين، وحتى في قبل ما تبلش الهدنة صار بعض التعاون معه. الهدنة استغل النظام الهدنة لجلب أكبر عدد، على ما يبدو أنه حتى المرتزق العبي جيبة صار يعني صار في عنده قلة في العدد، فاستغل على الفترة هاي لحتى يجيب أكبر عدد ممكن مرتزقة اللي يستخدمه. حتى في بعض من القسم الأخير من 1200 واحد في بعض منهم لا يجيد استخدام البارودة، يعني بدربون على استخدام البارودة، هذا أكبر دليل أنه عبي جيبه يعني كل واحد مجرم كل واحد قاتل بده يشتغل مع النظام بجيبوه بالمال وبمصارع بجيبوه مشان يقاتل على الشعب السوري. لننتقل إلى السؤال الذي أجلناه قبل قليل، تحكينا الآن عن جبهة نبل، الزهراء، عنادان، الطامورة، الخراب، قبطان الجبل. بعد وصول النظام إلى نبل والزهراء حاول التقدم باتجاه التلال لحصار حلب بما فيها عردان وحريتان وكفر حمراء وغيره عن طريق الوصول إلى قبتان من ثم إلى بابيس من ثم إلى تلة معارة. طبعا بعون الله المنطقة هذه إن شاء الله لا يحلم النظام أنه يسيطر عليها، إن شاء الله هي من المناطق اللي تعتبر قطاع مسؤولية لفصائل تعرف جيدا ما معنى قطاع المسؤولية وقادرة على توزيع مهامها والتأقلم مع الظروف الجديدة بسرعة كبيرة، سواء كان طيران أو توهيل مدفعي أو تسلح أو أي شيء. وهذا الشيء شفناه لما تقدموا على الشيخ عقيل، تقدموا بشكل تسلل مع أنه منطقة ما كانت منطقة رباط، لأنه بالأساس ما كان في مشاكل بيننا وبين الكراد، وحتى الآن ما في مشاكل بيننا وبين الكراد، في مشاكل بيننا وبين الأحزاب المتطرفة الكردية. فهني تسلل في هالمنطقة والحمد لله 40 كشفوا أن الشباب مباشرة وتعاملوا معنا ورجعونا المنطقة من منطقتين هون. طبعا الوضع بالريف الغربي بشكل قبل أخي يوسف، من أين تسللت هذه المجموعات التابعة للميليشيات الطائفية والجيش النظامي وأيضا الأحزاب أو الأحزاب يعني المتطرفة الكردية، من أين تسللت باتجاه الشرق؟ من القرى الكردية من باشمرة والزوق الكبير. القرى الكردية هي قرى تقع بالقرب من نبل والزراء، هي كان دخول لها القرى هيدي براد وباشمرة والزوق الكبير، تقدموا من القرى الكردية تقدموا باتجاه، حتى القتلى كانوا أفغان، أغلب القتلى كانوا أفغان. ما نعم، هناك أسير أفغاني قابلناه. نعم، يعني هذا قلت لك هذا اكبر دليل على الترابط بين الميليشيات الكرديه بين الميليشيات الشيعيه بين النظام، وحتى في بعض الاحيان اللي ذكرناه مع داعش، يعني حتى كل القوى المعادي للثوره السوريه اجتمعت، هي مجتمعه على هدف واحد هو اسقاط الثوره السوريه. كيف توصف الان الوضع العسكري لهذه الجبهه؟ بعون الله بالرغم من الجراح والمآسي وتكاثر الأمم علينا وتكاثر الأعداء، بعون الله الثورة منتصرة، لأنها ثورة شعب وثورة شعب ظلم، والشعب المظلوم
اللي ظلم لمدة 5 سنين قادر انه يحقق انتصاره، وقادر انه يعني يتخطى لكل المصاعب والظروف، مثل ما سقط النظام. حكينا النظام، انا بعتبر انه النظام عسكريا سقط من حوالي سنة ونص، مثل ما سقط النظام من سنة ونص راح تسقط ميليشياتين. اذا بنذكر بداية الاحداث كان ينحكى انه حزب الله عم يتدخلوا بسوريا، فيطلع اعلام النظام ويطلع اعلام حزب الله انه لا ما عم يتدخل. اخر شيء ظهر بشكل علني، اضطروا انه يدخلوا بشكل علني، واضطرت الميليشيات الشيعيه تدخل بشكل علني، واضطرت روسيا تدخل بشكل علني، والدول حتى وحتى الدول. هذا دليل انه الثوره السوريه انتصرت في البدايه على النظام. هي كان الثوره بين شعب ونظام، الشعب انتصر على النظام، لكن المساندين للنظام ما بدهم النظام يسقطوا فدخلوا. فنحن حربنا حاليا ما مع النظام، حربنا مثل ما اسقطنا النظام من سنه ونص، ان شاء الله قادرين ان نسقط كل القوى المعاديه اللي دخلت لحتى تساند طيب، النظام. فلننتقل الى جبهة الريف الغربي. تفضل. جبهة الريف الغربي الحمد لله رب العالمين، يعني تعتبر من جبهات المنظمة. حاول النظام بعد ما خلص النظام، بعد ما تقدم أو اجتاح الريف الجنوبي، حاول يتقدم بالريف الغربي، والحمد لله رب العالمين تم في أي صدوره منطقة؟ بالمنطقة ابتداء من خان طومان، نعم. الراشدين الخامسة والراشدين الرابعة. كان الهجوم على جميع النقاط، هجوم واحد على جميع النقاط. الحمد لله رب العالمين مني النظام بخسائر كبيرة، ولم يستطيع التقدم ولا على نقطة. الحمد لله ربي، خسرنا يوميتها حوالي 10 نقاط، تم استرجاعهم بنفس اليوم. في 6 نقاط الحمد لله، 6 نقاط استرجعوا في اليوم التالي، اللي هي نعم. نقاط الحرش خان طومان، في اليوم الثاني تم استرجاعهم. نسأل الله انه يكون تنظيم جبهة الريف الغربي هو وعي الشباب المقاتلين اللي فيها، وعيهم واستيعابا للواقع وتفاعلهم مع الحاضنة الشعبية اللي قالون. الحمد لله 40 المحبة الموجودة بيني وبين الحاضنة الشعبية لإلهم، هذا الشيء قادر إنه يخليهم يصدوا أي عدوان مهما كانت قوته طيب، بإذن الله. الوضع في الريف الجنوبي، خان طومان باتجاه العيس، باتجاه الحاضر، الجنوب، الشرق، في الريف الجنوبي الريف رجالي. الجنوبي الجميع يتوقع انه تقدم النظام القادم هو من العيس باتجاه الفوعة وكفريا. الجبهة يعني ان شاء الله، إكاردة، تفتنز، الفوعة تمام، وكفرية. نعم. الجبهة ان شاء الله، نسأل الله انه حتى جبهات الريف الجنوبي او الجبهة اللي تعتبر داخل ملاك إدلب هلأ صارت، نعم. إن شاء الله نسأل الله أن يكون منطقة أهلي في السكان. الريف الجنوبي يوم اللي اجتاحوا النظام ما اجتاحوا النظام في قوته، حتى الطيران الروسي وكثافة اللي كل العالم شافتها، كثافة الطيران الروسي اللي يمكن تطلع أحيانا 17 طيارة في الجو، ما كان هو هذا الشيء الأساسي اللي خليه ياخذ الريف الجنوبي. أولا اللي خلاه ياخذ الريف الجنوبي هي طبيعة الأرض، الأرض المنبسطة، الأرض نعم. الصحراوية اللي هي ما فيها مكان لحتى واحد يحتمي من القصف الشديد. والشغلة الثانية، طبيعة الريف الجنوبي بذاته في قلة صراحة في عدد السوار. الريف الجنوبي يعني عدد سوار الريف الجنوبي قليل، هذا الشيء هو عانى من نزوح تمام حقيقة، عانى من تهجير، تمام لذلك كان لحظة الهجوم عليه كان هناك قلة من أبنائه موجودين، تمام. حتى ننصف الواقع يعني. هذا الشيء خلانا يعني خلانا ندخل بفوضى، يعني لبين ما اجت القوات من الريف الغربي، واجت قوات من الريف الشمالي، واجت قوات من مكان ثاني. ف ان انت تنظم القوات بشكل سريع، هذا سوى خلل عنا. فالنظام كان معرض جبهته ودخل على اكثر من قطاع، حتى المنطقه اللي اخذ النظام بالريف الجنوبي باذن واحد احد استعادتها امر سهل جدا. بس التنويه اخي يوسف، النظام هول اعلاميا على انه استطاع اجتياح كامل الريف الجنوبي او اكثريته. معلوماتنا بان يعني المنطقه التي اخذها النظام قد لا تتعدى ال 100 كيلو متر مربع من اصل مساحه تزيد عن 10,000 كيلو متر مربع في الريف الجنوبي التي تزيد عن مساحه لبنان. يعني هو اخذ، يعني اخذ زمار، اخذ الحاضر، اخذ هذه المناطق اللي فيها كثافه بشريه، اما الامتداد الواسع للريف الجنوبي كاراضي وكحقول ما زالت معنا، يعني حتى هو لم يصل الى الان الى طريق الشام، الطريق الذي يفصل الريف الجنوبي عن الريف الغربي. يعني نحن نريد اضاءه على هذا الموضوع، وهو الى الان وفي ظل الهدنه كل يوم هناك خرق في جبهة العيد، في جبهة الجنوب الشرقي، في جبهة حرش خان طومان. أخي مصطفى، النظام لما اجتاح الريف الجنوبي كان الغاية منه هي استنزاف فصائل الجيش الحر في الأرض الصحراوية، المنبسطة، بالأرض المنبسطة. هذا نعم. هي الغاية منه، ما هلا هو ما بيهمه الريف الجنوبي، وهو على ثقة تامة إنه ما بيحسن يوصل لنبل للفوع وكفريا من هذا الطريق بسهولة،
ممكن يعني إذا آزروا الطيران الروسي لمدة 3 4 شهور ومدفعية العالم كلها ممكن يوصل. بس هذا الشيء هو أول ما بلش هجومه في الريف الجنوبي كان الغاية منه استنزاف جميع قوة الجيش الحر في الريف الجنوبي. في جبهة واحدة. الريف الجنوبي أرض منبسطة وأرض كبيرة، فإذا أنت بدك تسكر الأرض الكبيرة المتسلة، هو اعتمد على الميليشيات الشيعية اللي ما بيعرفوها. حتى في بعض الناس يعني احنا في أسرى عملنا مقابلة معين أو عملنا تحقيق معين ما بيعرفوا لوين جايين، مغرر فيه. مغرر يعني مجرد فقط لغير فوتوا لهم، فهن بيفوتوا على عماها ما بيقولوا انه هون ما في شيء، في 3 4 ارهابيين فقط لغير، فبيفوتوا بزخم. فكانوا يعتمد على التسلل، التسلل بارض وسيعه بده، معناته انت لحتى تسد الارض الوسيعه بدك عدد كبير من الناس. هذا هو كان غايه النظام. هو اول شيء استنزف الفصائل الجيش الحر في الريف الجنوبي، ومن ثم فتح الريف معارك الريف الشمالي. هو الغاية من التقدم بالريف الجنوبي هو خلق جو من الفوضى في فصائل الجيش الحر، خلخلة في الجبهات. هاي خلخلة في الجبهات تماما. أخي أبو بشير، نريد يعني أن توضح لنا الآن أحداث الريف الشمالي كيف غيرت الخريطة العسكرية، خريطة موضع فصائل الثورة في الريف الشمالي، كيف تبدو الآن خريطة الريف الشمالي؟ هلا بالنسبة بشكل عام للريف الشمالي، أول شيء بنحيي وبنرسل تحية للأخوة المقاتلين بالريف الشمالي اللي صامدين للآن، بنترحم على الشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، لأنه الريف الشمالي بشكل عام ما عم بيقاتل عدو واحد، عم بيقاتل دول بشكل عام. الثورة عم تقاتل دول، وبنخص في الذكر الريف الشمالي. الريف الشمالي عندك البي كي كي، عندك جيش الثوار الإرهابي، عندك داعش، يعني عندك أكثر من عدو عم يقاتلهم في نفس الوقت. اليوم يعني البي كي كي وجيش الثوار عم يضغط من الجهة الغربية باتجاه الشرق، داعش عم تضغط من الجهة الشرقية باتجاه الغرب، النظام عم يضغط من نبل والزهراء او من طرف تحسن تقول من طرف باشكوي، بتحسن تقول عم بضغط من الطرف الجنوبي وعم بضغط من الطرف الشرقي، لانه الطرف الشرقي هو وداعش صاروا جبهه وحده، وعم بضغط من الطرف الغربي كمان نظام متواجه من الجهه الغربيه في الريف الشمالي من طرف نبل والزهراء. فالوضع بالريف الشمالي يعني انت عم بتقاتل دول، عم بتقاتل روسيا وحزب الله وايران والبي كي كي والروس، وعم بتقاتل جيش الثوار. يعني تغيرت الامور لانه الضغط من عده جهات. يعني اخر شيء حتى قوات سوريا الديمقراطيه مدعومه امريكيا. تمام. هلا بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطيه جيش الثوار، طبعا بالنسبه لوضع دعمهم، يعني انا بالضبط جهه دعمهم ما بعرفها، بس بشكل عام كمان هن عدو ومشارك في هالعمل هذا. فبتطلع الأخوة الموجودين في الريف الشمالي صمدوا في كتير قرى وفي كتير مناطق صمود أسطوري كان لهم، لأنه بتطلع ترفعت، لنقول هي المنطقة اللي سقطت آخر شيء، ترفعت يعني أكثر من مقطع فيديو ظهر على الإعلام. وبالنسبة للأخوة الموجودين نحن على تواصل معهم، يعني بيقول لك تل رفعت الطيران الروسي غار علي عشرات الغارات، 100 غارة، أكثر من 100 غارة، القصف المدفعي من النظام ومن البي كي كي ومن جيش الثوار على قرية. القرية ايش قد تصمت من هالقصف هاد؟ يعني قصف بشكل ما هو طبيعي نهائيا. يعني مئات الصواريخ، ولا كان قذائف المدفعية، ولا كان قذائف الهاون، قذائف الدبابات، غير عن على مدى أيام، على بس على مدى أيام ولسه في مرة واحدة. إيه تمام، على مدى أيام. وبالإضافة الطيران الروسي ما ضل الموضوع، برجع بقول لك إنه تجي طيارة تضرب صاروخين ثلاثة وتروح، عم بطلع السرب عم بضرب صواريخ وبضرب عنقودي وبضرب ألغام بحرية، فعم بيهد القرية أو عم بيهد المنطقة في الكامل. هذا اللي صار سبب انه تقدم على اكثر من منطقه او اكثر من قريه في الريف الشمالي. طيب، فقط اريد الاضاءه على موضوع بسيط، هو تبادل الادوار والتنسيق
بين الثلاثي داعش البيكيكي وجيش الثوار وبين النظام ما حصل في إحرس. تمام. هلأ بالنسبة لأحرس، أحرس اللي أخذ النظام، نعم، أكبر دليل على التواطؤ والتنسيق اللي بيناتهم أنه أحرس ضيعة كردية. نعم. النظام سلم لمين؟ سلم للبيكيكي وجيش الثوار. نعم. هلأ بشكل عام قولا واحدا في تنسيق بين جيش الثوار والبيكيكي، هذا يعد طرف، داعش طرف، وعندك النظام والميليشيات الموجودة معه من الأفغان ولا الإيرانيين ولا الشيعة بشكل عام، هذا يعتبر طرف ثالث. بس الواقع أنه كل وجه لعملة واحدة. يعني ما يؤكد ذلك أن قرية أحرس هي في الأصل كانت مع الثوار، ثم لما أخذها النظام أصبح النظام على جبهة مباشرة مع داعش. تمام. طيب الآن سلمها لقوات البيكيكي الكردية دون مواجهة مع داعش ودون مواجهة مع البيكيكي، هو تسليم؟ لا لا، نهائيا استلام وتسليم، حتى اشتباك ما صار في المنطقة. يعني هلأ وقت اللي عم بيقصف ضيعة متواجد فيها الثوار عم بيبيد إبادة وبيدخلها. في مناطق الله سبحانه وتعالى عم بيمكننا من صده، وفي مناطق بسبب القصف الشديد والتهدم يعني ما بيضل على مكان ترابط فيه، ما بيضل مكان انك تنوجد فيه، عم يهد المنطقة كلها. طيب ليش ما قصف احرس؟ ليش ما اقتحم احرس اقتحام؟ طيب ليش ما اشتبك مع داعش الموجودين في المنطقة؟ احرس موجودة من الطرف الغربي، عندك تل قراح من الطرف الشرقي. نعم. تل قراح فيها دواعش، واحرس كان فيها ثوار، فدخل أحرس استلام وتسليم، ما قصف ولا اقتحم نهائيا. ويعني هذا التعاون واضح. نعم. نعم. والتنسيق واضح. الآن سنتكلم عن التكامل والتنسيق ومشاريع التوحد أيضا فيما بعد. سنتكلم أنا عن التكامل والتنسيق في العمليات العسكرية بين فصائل الثورة السورية الموجودة في مدينة حلب ومحافظة حلب الحرة وأيضا في مناطق إدلب وشمال السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بفضل الله تعالى التنسيق بين الفصائل تنسيق عالي جدا. يعني العمل على الأرض بفضل الله تعالى ككتلة وحدة. نعم. والحمد لله رب العالمين، يعني الضغوطات اللي صارت على حلب وعلى جبهات حلب بفضل الله تعالى كان في تنسيق ومؤازرات من جميع الفصائل. نعم. فصائل حلب، فصائل إدلب، فصائل حماة. نعم. طبعا الكل بفضل الله تعالى اتجاوب للأمر، وكانت مؤازرات سريعة، وكان عمل مشترك وجماعي متكامل من الكل. وأكبر مثال عنا اللي صار في الشيخ عقيل. نعم. في الجبهات الغربية تقدم النظام قبل الهدنة بيوم، قام بالتسلل يوم الخميس المغرب، وأخذ مساحة يعني مسافة شيء تقريبا 9 كيلو في العمق. نعم. باتجاه الجنوب، بدأ من باشمرة باتجاه شيخ عقيل قبطان جبل، بدأ في باشمرة من زوق الكبير. نعم. ضيع طبعا هالضيع هالقرى كردية. نعم. تمام. واتجه باتجاه الجنوب باتجاه قبطان الجبل. طبعا بفضل الله تعالى تم صده وإعادة ترتيب الصفوف مباشر والاقتحام عليه، وتم استرجاع المنطقة بالكامل. الأخوة اللي موجودين واللي كانوا مرابطين في المنطقة بفضل الله تعالى صدوا بمساندة ومساعدة ومؤازرة الأخوة من جميع الفصائل. نعم. يعني تم بفضل الله تعالى مؤازرة من الأخوة جميع. حتى في نفس التوقيت كان في هجوم من قبل الثوار على ضاحية الأسد. نعم. وهجوم النظام في هالتوقيت هاد سبب إيقاف العمل في الضاحية ومؤازرة منطقة الشيخ عقيل. نعم. يعني أنت تقول الآن بأن ما حصل في الشيخ عقيل هو مثال للتنسيق العالي المستوى بين فصائل الجيش الحر في حلب وأيضا في إدلب وفي حماة. تمام. الحمد لله رب العالمين. حتى بنفس الوقت مثال تاني، الأشرفية والسكن الشبابي. نعم. طبعا الأخوة اللي كانوا مرابطين كمان الله يجزيهم الخير، ثبات
واشتغلوا شغل ممتاز. نعم. وفي نفس الوقت كمان اجت مؤازرة من كل الفصائل العاملة في حلب، ووصلنا مؤازرة من الاخوة العاملين في ادلب وفي حماة. وصلوا الى الاشرفية؟ والأشرفية. تمام نعم، وموجودين للان فضل الله عز وجل. الحمد لله. طيب ابو بشير، هذا يقودني الى سؤال اخر للاخ يوسف. الان نحن نتكلم عن توحد، نتكلم عن تنسيق، نتكلم عن غرف عمليات. طيب الى متى ينتظر الشارع الثوري؟ الى متى ينتظر السوريين الحل الكبير منكم أنتم كعساكر كفصائل في الثورة السورية؟ ما هي الحلول الممكنة للانتقال من وضع التنسيق إلى وضع التوحد إلى وضع المأسسة إلى وضع العسكرة النظامية؟ أخي يوسف. حياك الله أخي مصطفى. بقناعتي الحديث عن التوحد هو يدل على أنه نحن مفرقين أو عصب. فالحديث عن التوحد هو ليس الطرح الصحيح. الطرح نعم. الصحيح أنه جميع الفصائل الموجودة في سوريا على اختلاف أنواعها خرجت من أجل هدف واحد، ألا وهو إسقاط النظام وإقامة دولة العدل والمساواة. نعم. هذا كان مطلب الجميع، لكن اختلفنا في كيفية الوصول على هذا المطلب. نعم. فنحن عندما نتكلم عن وحدة الفصائل هذا يدل على اعترافنا بأن أصبحنا دويلات، ونحن لم نصبح دويلات ولا في يوم من الأيام كنا كذلك، لكن اختلاف في طريقة الوصول على الهدف دليل على عدم وجود مؤسسة. فالأفضل طرح اللي بدل الكلام عن وحدة، الأفضل هو بناء مؤسسة عسكرية موحدة لجميع الفصائل، معسكري عسكري، مؤسسة عسكرية حرة تجمع جميع المقاتلين أو الموجودين على الأرض السورية. نعم. المؤسسة العسكرية الموحدة هي الحل الأمثل لسوريا. أن ننقل العمل من شخصني من الأشخاص إلى عمل مؤسساتي. العمل المؤسساتي لا يهم الشخص من كائن من كان، أي شخص يكون في هذا المكان أو هذا الموضع، إن كان موجود هو يقوم بوظيفته، إن لم يكن موجود أتى شخص غيره يقوم بنفس الوظيفة الموكلة. الوظيفة تكون مخصصة للمكان وليس للشخص. نعم. هذا الشيء الذي يجب أن يتم الحديث عليه، بناء مؤسسة عسكرية حر. وهذا الشيء نسأل الله أنه الله سبحانه وتعالى يمكننا فيه، في أسس له، في ناس بتسعى له. ممكن أنه ما يكون تطبيقه الأمر سهل، لأن الثورة السورية هي ثورة شعبية حملت جميع مختلف أنواع الثقافات على اختلاف أنواعها. كل واحد بيظن أنه هو طريق ماشي بالطريق الصحيح لتقنعه أنه أنت في طريق أصح من الطريق اللي أنت ماشي منه. فأمر ما هو سهل، بس هي أول شيء نبني، نقوم أول شيء ببناء مؤسسة عسكرية، ثم ندعو جميع الفصائل للالتحاق بهذه المؤسسة العسكرية. هذا هو الحل الأمثل للثورة. طيب هل هناك ممانعات على الأرض حقيقة من إتمام مثل هكذا مشروع؟ برأيي لا يوجد ممانعات، لكن يجب اختيار الطريقة الأمثل لطرح هذه المسألة، ومن هم الأشخاص الذين سيقومون ببناء هذه المؤسسة العسكرية. يمكن من أهم الشغلات اللي توقف مع عائق للموضوع هذا، أنت المؤسسة العسكرية لازم تبنيها، لازم يكون في إلى مكان. فيمكن ما أنت ما تأمن على نفسك من طيران روسي أو طيران النظام أنك تبني مكان لتعمله مؤسسة عسكرية يمكن يصير فيها وضع خطط لإنجاح هذه المؤسسة، أو وضع هيكلية عامة لهذه المؤسسة. فمجرد أنه يحط مثلاً الأسس المؤسسة العسكرية حط شخص، فالأشخاص الثانيين ما راح تقبل بالموضوع. كيف بدهم يجتمع عدة أشخاص من أنت تقصد قادة؟ لنكون واضحين تماماً. نعم. قادة جميع بقناعتي جميع كل من خرج في الثورة السورية على سواء كان عنصر أو قائد. نعم. فكل واحد في خرج في الثورة السورية ضد هذا الظلم هو معني بصنع القرار، ومعني في صنع آلية الوصول للهدف الذي خرج من أجله. نعم. فكيف سيتم جمع الأشخاص القادرين على وضع أسس هذه المؤسسة العسكرية، وكيف سيتم طرح هذه المؤسسة العسكرية، وكيف سيتم القبول هذه المؤسسة العسكرية من قبل الفصائل؟ الفصائل اليوم وصلنا ل مرحلة من مراحل، كل فصيل من الفصائل صار يملك سلاح معين. يا ترى هل هو قابل انه يسلم على السلاح للمؤسسة العسكرية الجديدة ولا لا؟ هذه من المشاكل. عم بحكي لك على المشاكل اللي قد تصل، بس بإذن الله يعني مشاكل صعبة ما بستسهلها كثير مشان ما نخضع نوم الناس يعني في العسل، نخضع انفسنا، بس بإذن الله إلى حل.
يعني اول شيء نبني مؤسسه عسكريه. طبعا في نحن عندنا خطوات صراحه عملية بدانا فيه، واقعية على الأرض؟ بدانا بخطوات عمليه. الخطوات العمليه الاولى هي تشكيل، اولا تشكيل قوه هجوميه، تشكيل قوه هجوميه لحلب بالكامل. كل فصيل من الفصائل يقدم، لا يقدم مقاتلين لكي لا يكون ولاء المقاتل لفصيل معين، يقدم تسليح مقاتلين ليتم تشكيل قوة هجومية لحلب بالكامل. نعم. قوام القوم مبدئيا تقدر ب 1500 مقاتل، 1500 مقاتل بقائد واحد، وهي تضم الجميع ولكن لا يعلم أي فصيل أيه العنصر له. نعم. فقط أنت تقدم تسليح 200 عنصر مثلا أو 100 عنصر، الشيء اللي بينطلب منك. بيتم اختيار الأشخاص سواء متطوعين جدد أو حتى أزراد، يطلع اليوم واحد شخص من جيش المجاهدين ينضم لي على القوة هيدي، ما في عندنا حرج بالموضوع هذا. المهم هيدي قوة مستقلة تكون تابعة للقائد المحدد من قبل الكل اللي اتفق عليها الكل. القوة الهجومية هي الخطوة الأولى، إذا نجحت الخطوة الأولى حيكون في قوة مركزية. القوة المركزية هم تصد أي محاولة هجوم للنظام أو أي ميليشيات أخرى. القوة الثالثة هي قوة دفاعية. يكون احنا قسمنا الجيش لثلاث أقسام، الجيش السوري الحر طبعا أو المؤسسة العسكرية الحرة. المؤسسة العسكرية لثلاث أقسام، اللي هي قوة هجومية وقوة مؤازرة وتدخل سريع خلينا نسميها، وقوة ثانية هي قوة دفاعية، الدفاع البارد يعني بنقاط الرباط أو الخط الأمامي المعادي. هي خطوات من قاعدة الهرم لرأس الهرم. الخطوات الثانية من رأس الهرم لقاعدة الهرم هي بناء المؤسسة ووضع هيكلية عامة للمؤسسة، تقسيم سوريا إلى قطاعات. يجب أن لا يكون العمل في سوريا منفرد. يعني اليوم نحن راقبنا الساحة السورية، مثلا بتصير عندنا انتصارات في درعا، انتصارات شاسعة بدرعا ما بيرافقها أي عمل في حلب، بتصير انتصارات في حلب ما بيرافقها عمل في اللاذقية. المفروض يكون في تنسيق بين المحافظات السورية نعم. جميعا للقيام بأعمال عسكرية متتالية أو مرتبطة ببعضها بحيث نحقق الغاية المرجوة وهذا ما لتحرير سوريا. تحققه فكرة المؤسسة العسكرية الحرة. تماما إن شاء الله. طيب أخي مختار، رأيك في الحلول الممكنة الآن في ظل الواقع الراهن، ورأيك فيما طرحه الأخ يوسف بمشروع المؤسسة العسكرية كبداية لمشروع اندماج كبير في إطار جيش سوري حر. أنا بالنسبة اللي حكى عنه أخونا يوسف، نحن في الأرض وعلى الميدان تقريبا واحد، ولكن نتمنى ونسعى جيدا أن نكون كمؤسسة عسكرية جيدة بكافة قواعده وأركانه ومكاتبه، ونتمنى هذا الشيء ويكون مكتب سياسي موحد ومكتب قضائي موحد، وهذا ما نتمناه إن شاء الله تشوف تعالى. هل بتشوف أنه اليوم المناخ يعني مناسب أن نقوم بهذه الخطوة؟ طبعا مناسب هذه الخطوة، وإن شاء الله يعني قريبة بإذن الله عز وجل. بإذن الله. طيب. بإذن الله. سأنتقل في آخر سؤال لك أخي أبو بشير حتى نختم هذا اللقاء. نفس الكلام، الحلول، مشاريع التنسيق وارتقاء فيها إلى مشروع التوحد ومن ثم المؤسسة العسكرية الحرة الواحدة. نعم. هلأ بشكل عام الأخوة حكوا، يعني حكوا الأمر بشكل عام. وقت اللي بده يكون عندك أساس التنظيم وعمل مؤسساتي، يكون في عندك مثلا مكتب عسكري واحد، قائد واحد، رأي واحدة، ما تحسن تسمي مجلس شورى، تمام، يكون القرارات كلياتها متفق عليها صادرة عن شخص واحد. نعم. تمام. في نفس الوقت قائد واحد، قائد واحد في نفس الوقت. يعني هلأ مبدأ في فصائل عندها فرضا دبابات، دبابة أو بي ام بي، في فصائل عندها دبابتين، في فصائل عندها ثلاثة. وقت اللي بتجمع هالدبابات كلها بتسلمها كمان لقائد فرض المجنزرات واحد، بتسلم بتجمع المدفعية والهاون بتسلمها لقائد واحد، المشاة أيضا، أي المشاة بكلها قائد واحد، الدفاع تختلف الجوي. نعم. تمام. بتختلف معك كل الأمور. فالنتيجة نسأل الله أنه يوحد صفوف المسلمين بإذن الله. طيب هل من رسائل يمكن أن توجهونها في نهاية هذا اللقاء إلى أحد ما، إلى جهة ما، إلى الشعب السوري، إلى أصدقاء الشعب السوري؟ هلأ بشكل عام الرسالة راح نوجهها أول شيء للشعب. ثورتنا هي من البداية ثورة شعب وثورة حق. وثورة حق طبعا. هلأ بالنسبة للشعب، يمكن لاحظ الأغلبية
انه وقت اللي وقف القصف على المدن رجعت طلعت المظاهرات، رجعت الشعب تحرك. في نفس الوقت يعني عم بفرجيك انه الثوره باذن الله النتيجه باذن الله منصوره باذن الله، ان انتصرت بالسلم انتصرت، وان ما انتصرت بالسلم راح تنتصر بالسلاح باذن الله تعالى. بنوجه رساله شكر للابطال الثابتين والصامدين على الجبهات، نسال الله انه يتقبل الشهداء وشافي المصابين يا رب. بشكل عام يعني الثبات اللي صار بعد التدخل الروسي الايراني، تكالب الامم علينا اللي صار شغله ما هو طبيعي، ما هي طبيعيه. ننحني هؤلاء المقاتلين تمام، يعني ثبات عظيم للمقاتلين بشكل عام من كافه الفصائل. او منوجه رساله يعني للاخوه الداعمين بشكل عام، الله سبحانه وتعالى يجزيه الخير، والله سبحانه وتعالى يقويهم ويعطيهم ألف عافية. اللهم أمين. أخي يوسف، بداية بوجه رسالة للشعب السوري أنه يتحمل منا أخطائنا. نحن طلعنا ثورة شعبية مثل ما حكينا، أنه في مختلف أنواع أو اختلاف المستوى الثقافي لكل فرد، فيمكن يطلع منا أخطاء كتير، واتمنى أنه يتحملوا أخطائنا ويغفروا لنا إياها ويسامحونا عليها. ونوجه تحية لجميع المقاتلين الأشاوز واللي ترفع لهم القبعات صراحة، ونسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشافي الجرحى ويفرج عن الأسرى، ونسأل الله الفرج القريب بإذن الله. أخي مختار، بداية بنوجه رسالة للشعب السوري اللي رجعنا الثورة. تمام، شفتوا هذا الأسبوع الحمد لله رب العالمين رجعت المظاهرات الثورية رجعت على الساحة، ونقول للشعب السوري إن شاء الله نحن صامدين معكم، ونوجه رسالة للأبطال المقاتلين في الجيش السوري الحر ولكل مين آزرنا، والله يعطيه العافية جميعا. الله يعافيكم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا الأعزاء، الأخ أبو بشير معارة القائد العسكري لغرفة فتح حلب، حياكم الله، الله يكرمك. الأخ يوسف زوعة القائد العسكري لجيش المجاهدين، حياكم الله. الأخ عبد الرحمن القائد العسكري لتجمع استقيم كما أمرت، حياك الله. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء في نصر قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.